لكل المصريين. بعد ثورة 25 يناير شككنا في القضاء كتير، اللي هو الحاجة الوحيدة اللي باقية لنا. فانا كنت اتمنى ان كل حاجه تتغير في مصر الا القضاء، يفضل بهيبته، يفضل بان احنا كلنا وراه عشان اي حكم يعمله يقوله يبقى احنا راضيين بيه. فاحنا قعدنا نشكك فيه لدرجه ان اي حكم بيقوله دلوقتي بنقول لا، ده وراه سياسيا، وراه جماهيريا، وراه شعبيا. فانا كنت اتمنى ان القانون، واتمنى بقى القانون الجديد اللي يطلع، اي حد يشكك في القضاء واي حد يعترض على القضاء لازم يبقى ليه حكم صارم جدا. اتمنى ان شاء الله ان ما يحصلش حاجه، اتمنى ان ما يحصلش حاجه، والناس تحترم احكام القضاء ويبقى حكم عادل، وان شاء الله الامور تعدي على خير باذن الله. سنفصل دي عن دي خالص، يعني دي حاجه ودي حاجه، مش عايزين يحصل مشكله، مش عايزين يحصل حاجه، دي قصه ودي قصه، مش عايزين الرياضه ملهاش، مش عايزين ندخل الرياضه في السياسه، يعني دي حاجه قضاء، يعني هي حاجه ان شاء الله باذن الله اللي ربنا كاتبه هيكون، واملنا كبير في ربنا، واحنا عارفين القضاء بتوعنا عاملين ازاي، ناس جمال ومحترمين وناس كبار اكبر من ان هم اي حد يقول عليهم اي حاجه خالص، وان شاء الله باذن الله يبقى بكره يبقى يوم عادل ان شاء الله، ويبعدوا قصه خالص ان مهما حصل حاجه مش عايزين نرجع لورا، بس احنا طلعنا قدام ان شاء الله. زي ما الفتره اللي فاتت دي عدت وسياده الوزير جمع والدوري اتلعب في ظل الاحداث اللي فاتت والدوري اتلعب، ان شاء الله بكره مش هيحصل حاجه ايا كان، طالما متورط ياخد نصيبه وياخد جزاءه، ولازم الناس تهدى بالنسبه للجمهور الاهلي والجمهور المصري. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والمزيد من المتابعه في هذا الموضوع وفي هذه القضيه معنا الاستاذ ياسر السيد احمد، ده محامي اسر الشهداء. استاذ ياسر اهلا بيك. اهلا بك. طبعا